ده مرة والله. السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinity Gaming، واليوم رجعنا لكم مرة ثانية في لعبة Rise Simple Story، وهي لعبة جميلة بصراحة استمتعت. إذا ما شفت الفيديو الأولاني تضغط هنا فوق علشان يكون عندك الفيديو الأولاني وعندك فكرة عن هذه اللعبة. طبعا هذه اللعبة تشبه كثير لعبة Insides وLimbo، طبعا شبيهة يعني نفس الفكرة وكذا، فخلونا ما نطول كثير وندخل ونلعب حبة حبة يعني. أوكي، طبعا وصلنا في هذا الفصل الشتاء مثل ما عارفين يا اخوان، يعني الحين اللي نحاول نسويه انه نحن نستعيد ذكريات جميلة وحزينة في نفس الوقت. يعني طبعا هنا ممكن انك انت تغير في المناخ الجوي. الله، شوف الفلج هذا. اوه، زحلط 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 شبه زحلط شبه يا زارة، اني احتضر. Oh my god، بيموت. اوكي، ما مات. اوكي، واو، انه جميل. اوكي، وين اروح انا؟ اشرب الماء يعني. عرفت، اجمع الماء. واو، اوكي، هذا الحشره وش يريد بالضبط؟ واو، لا لا لا، ارجع الحجرة. او ماي جاد، تأرجح، التسلق والتأرجح. ما قلنا التسلق وارجح يا يلا. حصل ايه؟ حصل ايه والله؟ ايوه، حلو. اوكي، انا اتوقع احرك هذا. ايوه، شفتوا كيف؟ يحتاج ذكاء فقط. لا لا لا، ايوه، الله عليك، شاطر ولد، شاطر كتكوت. اوكي، شوفوا الحين بدينا بالجد يا سادة، الحين بدينا بالجد. يعني ما تشوفوا انه لعبة سمبل ستوري لعبة بسيطة وسهلة، بس ولكن فيها الغاز نوعا ما. You have to be smart. Okay. Okay. You have to be smart. Okay. Okay. لحظة. اضرب. One momento. وين؟ هنا؟ لا. انا فين؟ يمكن ارمي الصنارة. يلا ارمي الصنارة. اوكي، ايوه، يلا اسرع. يمكن ما هنا. وا، ليش كذا؟ هذا البعوضة. تعال نستعيب صديق. شفتوا كيف؟ والله انا كنت اعرف صراحة، يعني من الاول كنت اعرف صراحة، من اول. الله عليك، الله يا حبيبي. شوفوا كيف يعني، وش فيها يعني اذا تزلقنا؟ يعني وش فيها؟ التمرقح والتسلق والزحليطة. الله عليك، يذكرنا والله، يذكرنا ايام الخوالي وايام العميمي. طيحنا مسكين، ما عقبه. اوه، هو صايت ناطوه كذا يتقاحمه. اوكي، فهذا معناته مؤشر طيب يا سادة، هذا معناته انه بنحتاج ان نسوي كذا. شوف، ايوه، ويني انا؟ اوكي، الحين نغير المناخ يا سادة. اوه، هناك سلطعون، خنفسون، ما هذا؟ ايوه،
اكيد نركب فوق هذا وبعدين يشلنا تاكسي. ايوه لا 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 يغرق هذا بيغرقنا ذا. اوكي شلنا شلنا ريوز ريوز. ايوه هذا كذا حده يعني. اوكي واو ايوه شوفوا كيف شوفوا كيف يحتاج انك تسوي 1 2 3. واو انه جميل يعلمكم كيف ان تتسلقوا. الله شوفوا هذا فطر يا سادة هذا فطر ترى. ايوه هذا وش حصلنا ميموريز. يعني هي البنوتة هذه كانت تلعب في الماي كذا توسخت شوية وجاي السوبرمان. شوفوا هذاك سوبرمان اللي هناك مطلع لسانه بعد متحمس. والله اوكي انا وين الحين انا وين فين انا انا فين اه ماذا حصل تمردغ تمردغ. اوكي هذا يعني ما يستحمل هذا ما يستحمل الاماكن ايوه اوكي شوفوا كيف شباب تعالوا هنا ايوه تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا ايوه تعالوا هنا بعدين كذا بعدين كذا بعدين ايوه التسلق والتمرجح. اوكي يعني هنا بس حصلنا ميموريز بعدين بنتسلق. شوفوا كيف وي اوكي اتوقع هنا بنحتاج الى هذا الضفدعون. ضفدعون والله شوفوا ايوه ايوه عذبه شويه هذا. لا وينك وير ار يو دعمنا شوف هذا يدعمني بعده. جانك 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 وان مومنتو لحظة شوي كيف كانت الخطة كيف كانت الخطة ايوه الخطة من هذا تركب هنا تجي هنا اوكي اديله ووو. ايوه شوفوا ورا قدام ورا قدام واو وبعدين نادي عم السلطعون هذا مرضغه شويه لا لا فين فين القراد ده فين الحلزونه ايوه شيل عليه شيل عليه ولا ايوه ترنجح ترنجح يلا ايوه ايوه ريوز قدام شويه ايوه لحظه لحظه هذا شكله بيوديني خلا وصلني وصلني ايوه ايوه يس شفتوا كيف يا شباب شفتوا كيف الخطه هو هذا الفرق ايوه الحين وين لحظه هذا الطياره هذا الطياره هذه البعوضه ايوه ايوه رونج سيد رونج سيد والله اوكي اظني تعور شويه اصابه في الديسك اصابه في الديسك يا شباب شوفوا كيف انه يمرح انه يمرح قليلا يمرح قليلا اوكي وصل وصل الشاحنه ركبني وابوك دفر دفرني والله صبر صبر ريوز حبيبي تي 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 اوكي خلاص جاهز يلا شلني 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 ايوه اوكي اوكي يس استمر استمر ايوه استمر والله انت والله شوفوا شباب حصاني هذا والله حصاني اوكي جاي 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 شاحوف الثاني اوبس لا حول الله ما له مستعقل ذا لحظة حبيبي يلا شش شش شش.
شوف كم والله نفس والله نفس المشي. ايوه وصلني وصلني. الله ميموريز شوفوا ميموريز كيف هذا. هم كانوا يلعبوا بالحلزونه. حلزونه هذا اطفال صغيرين يلعبوا بالحلزون يعني عادي يعني كلنا سويناها ما فيها حاجه والله. اوكي الحين فين الخطه؟ ما في حلزونه ثانيه. انا احس ان الحين في غدره يا شباب. اوكي ريوز ريوز. واو شوفوا كيف اي ميد ات اي ميد ات اي ميد ات وش اي ميد ات. اوكي نرجع مره ثانيه عبر التسلق والترجع. شباب ركزوا على هذا اللعبه. هذا اللعبة يحتاج الكثير من الهمة. اوكي اوكي شوفوا كيف. I told you man. اوكي يس يو ليتس جو. شوفوا نحن كنا تحت اصلا. ويو والله مكان كلها فطريات. مكان ممتاز. ايوه شوفوا كيف مكان كبير. مكان كبير يا سادة. مكان حلو جميل فيها سلاطين. ايوه سلطعون هذا. لا تدعمني رجع انا مسكين. لحظة تعال يلا يلا ايوه ريوز ريوز يا سادة. ايوه ايوه شوفوا كيف. لحظة لا تدعمه. والله والله ممتع صراحة. انه ممتع يا سادة. شوفوا كيف لفت يعني. وش تريدوا احسن عن كذا؟ لعبة يقدم لكم لفت يا سادة. ايوه 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 كمون ليتس جو. انا متأكد انا متأكد ايوه انا متأكد يس. شلني شلني اقول لك شلني. لا ما تروح تاكل عسل تحت. ايوه خليني هنا خليني هنا. كان باغي يروح ياكل عسل هذا ولكن منعته منعته من العسل. العسل مازين والله في الصباح الباكر. شلوني. ايوه شوفوا كيف. طبعا هنا في هذا المكان الجميل يكثر فيه الخلية النحل. ليش؟ لانه مغمور بالزهور. زهور كثير والله يعني. سمعت صوت ضفدع. سمعت صوت ضفدع. شلني 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 يلا ركبني عندك. ايوه والله ما عذبنا من هذا الشباب. لحظة ايوه تعال تعال. وان ايوه وان مومنتو وان مومنتو. لا ما غرقت غرقت. شفتوا كيف؟ قلت لكم ان في خلية نحل. لا 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 بسك عسل يا ابني بسك عسل يا ابني. أنا فين؟ الله 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 دورني لفتين كذا. بكم اللفة دي؟ كم حسابك يا ابني؟ شوفوا كيف الزهور. إنه الورود في كل مكان. أيوه طبعا هذا هو بيت بيت ضفدع. بيت ضفدع بس الله يرحمه مات. طبعا مثل ما انتم شايفين يا اعزائي المشاهدين فان هذه اللعبه سكاتي يعني ما في ما في ما في ما فيهاش ما فيهاش لوك لوك. طيب كيف اجيلك يعني من هنا؟ اجيلك من هنا يلا تعال تعال يا ابني
شلني كذا لفة لفة والله. لا 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 بس بس هنا. ايوه شكرا. شلني يلا. ايوه ودي فوق فوق. هذا ليش ما يروح فوق؟ ايوه ريوز يعني يروح ريوز. بس بس وان مومنت. اوكي ثانكس ثانك يو ثانك. واو 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 انه جميل يا سادة انه جميل يا سادة. شوفوا كيف شوفوا كيف الفطر شوفوا كيف الفطر يلعب دور شوفوا كيف الفطر. ايوه شوفوا كيف يترجح يترجح يترجح. شباب وش هذا؟ والله حتى ما اعرف احرق. يتانقرح يتارجح يتارجح شباب يتارجح. الله وصلنا وصلنا في المكان الذي يلعبون فيه الخفافيس. هذا يسموه خنفساء يا شباب. فانتوا ايش تسموه؟ هذا خنفساء. الله حصلناه اللي كنا نبغاه. هو هذا هو هذا اللي حصلناه. ولكن في فصل جديد فصل الشتاء الحين شمس مثل ما انتم شايفين. طبعا الى هنا يا جماعة انا حلقة لهذا اليوم. بصراحة الفيديو كان ممتاز. انا استمتعت في هذا اللعبة. لعبة جميلة نادرة. اذا كان انت يعجبك لعبة انسايد وليمبو فاكيد راح يعجبك هذا الفيديو. اضغط لايك واشترك اذا انت ما مشترك. الى ان نلتقي في فيديوهات ثانية. سلام.